يشكل مرحلة التكفل والعلاج من الإصابة بفيروس كورونا تجربة مليئة بالتحديات. على المستوى الصحي يجد المصاب نفسه إزاء فترة علاجية مكثفة من وباء لم يعرف عنه بعد كل شيء. أما من الناحية النفسية فتساور المصاب العديد من الشكوك والمخاوف في قدرته على تجاوز فترة العلاج بنجاح، ما يجعل هذه التجربة برمتها اختبارا حقيقيا لقوة الإرادة. اليوم نستضيف السيد حاتم البقالي، وهو مريض في مرحلة التعافي الكامل، هو بالمناسبة حارس مرمى فريق نجم الشباب البيضاوي. سي حاتم، أهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك. مرحبا أخي مزيد، الله يحفظك. أنت فين كاين سي حاتم الآن؟ كاين في حاليا كندوز واحد الفترة ديال النقاهة في أوتيل أعلام في طنجة. طيب لنبدأ من البداية، كيف كانت الإصابة؟ الإصابة كانت من طرف الأب ديالي، كان في هذه في الشغل ديالو يعني من ثم كانت بدأت بداية ديال المرض من عند الوالد. الوالد كان في خدام الخدمة، حنا كنا دايرين الحجر الصحي ملي سالت البطولة لسالت البطولة، هبطت من كازا درت الحجر الصحي أنا والأخ ديالي، كله شد بيز ديالو يعني قدر الله ما شاء. يعني كانت بؤرة أسرية. نعم، بؤرة أسرية. كانت صاب الأب ديالي في الصباح، كان واحد جات واحد النزلة ديال البرد، جات الصخفة، مشينا دينا السبيطار بن محمد الخامس، التحق بنا العم ديالي حتى هو اللي تصاب من بعد مورا ما مشينا دينا للطبيب. خرجنا التحاليل حنايا، مشينا من بعد من مورا داكشي مشينا عائلة كاملة، دانا الوالد مشينا درنا التحاليل، طلعوا لنا بوزيتيف كاملين بينا. هذا التشخيص كان مبكر ولا كانت الأعراض بادية عليكم؟ الحمد لله كان واحد تشخيص مبكر، كان هذا هو واحد لافونتاج كبير. كنا درنا ملي حسينا بالأعراض نهار الأولاني درنا تحاليل. وكيف كان التكفل بكم في المستشفى؟ التكفل كان يعني الناس كانت قايمة بالواجب ديالها، يعني بواحد من هذا المنبر زعما صراحة كنشكرهم الطبيب ديال السوق البقر، من المدير حتى الناس ديال الميناج، مع كل احترامات الناس ديال الميناج كاملين بهم، يعني كيديروا واحد كيهتموا بالناس اللي مريضة بزاف كيهتموا بهم. اسمح لي سي حاتم، انتما انت والاخ والوالد كلكم كانت اصابه يعني جماعيه في المستشفى؟ كانت عندكم غرف منفصله ام ماذا؟ نعم، كانوا جناحان، كان جناح ديال النساء وجناح ديال الرجال. يعني الام ديالي والاخ ديالي كانوا في جناح، وحنا كنا في جناح انا والاخ ديالي والاب والاخ صغير، كنا في جناح اخر ديال الرجال. كيف كانت الاجواء في المستشفى؟ اجواء كانت مضبوطه، يعني داكشي تبارك الله، يعني داكشي اطباء كيجيو من عندك في الصباح كيجيو من عندك في الليل، يعني كيجيو يطلعوا على المريض في الصباح وعشيه منذ البدايه بديتي تاخذ العلاج، كان الامر كان سهل عليك انك تاخذ العلاج، تجاوبتي معه؟ نعم منذ البدايه، النهار الاول اللي دخلنا هم الاطباء، يعني النهار الاول اللي دخلنا فيه كانوا الاطباء. سي حاتم اسمعني الان، اسمعني. الاسره كلها الان في مرحلة الشفاء، ولا كاين اللي في الأسرة تشافى وتأكد الشفاء ديالو وخرج؟ كاين جوج الحالات اللي تأكدوا، ثلاثة ديال الحالات اللي تأكد الشفاء ديالهم، كاين الأم ديالي والأخ ديالي والعم والابن ديالو، أربعة الحالات. هادو كلهم خرجوا؟ أربعة الحالات خرجوا. يعني بقيتي بوحدك ولا باقي معك شي حد آخر من الأسرة؟ ما باقين أربعة ديال الأفراد ديال الأسرة ديالي
ويعني مرات عمي انا وثلاثه الابناء ديالها. طيب شحال خديتي في المستشفى الان المده اللي قضيتوها في المستشفى من نهار اللي بديتوا العلاج؟ حاليا يعني وصلنا 32 يوم. 32 يوم. 32 يوم. انت الان واش خديتي الكشف ولا باقي كتساين انهم ياخذوا الكشف؟ اليوم وصلتني النتيجه ديالي انا والاب ديالي. اها. النتيجه الاولى ديال الاب ديالي طلعت له نيجاتيف وعاود وحده هذه العشيه هذه وانا طلعت لي بوزيتيف. يعني باقي عندك الفيروس؟ باقي عندي الفيروس باقي كان. طيب والله. طيب بالنسبه لاخذ العينه الاختبار كيف ياخذوا العينه ديال الاختبار؟ بنفس الطريقه الاولى ياخذوا من العينه من الانف وعينه من الحنجره صح؟ نعم العينه الاولى من الحنجره والعينه الثانيه من الانف. طيب سي حاتم اليوم كيف كان من الناحيه الاجتماعيه والنفسيه عليك هذه التجربه؟ كانت سهله ام صعبه؟ من ناحيه كانت واحد التجربه صعيبه شويه الصراحه الله كانت في البدايه ديالها صعيبه يعني ملي كتبقى تجلس وتبقى تفكر وتسال يعني كتقول هادشي هذا ماشي يعني قدر الله هو هذا. طيب سي حاتم. نعم. الاعراض من بعد ما دخلتي للمستشفى كانت دائما صعبه ولا كانت الاعراض يعني بسيطه؟ كيف كانت المعاناه؟ كيف كانت اعراض هذا المرض عندك في المستشفى؟ صعيبه الاعراض كانت صعيبه كانت الاعراض كتختلف من نكال. كانت كتختلف يعني انا الاعراض اللي كانت فيا كانت سخانه والدوخه وهذه يعني كانت العرق كان عرق بزاف ويعني كتختلف كلها وشنو كيجي شحال وصلت درجة الحرارة اللي عندك في هذا الفترة؟ كانت وصل حاليا دابا لا في البداية في الأزمة يعني في أوج الأزمة شحال كانت عندك؟ الأزمة كتوصل ل 39 درجة. 39 درجة رغم 30 درجة يعني أنت عندك بنية رياضية يعني حارس مرمى فريق معروف مع ذلك كانت صعوبه في بدايه الازمه الصحيه عندك؟ سعادي نقول لك يعني انا في يدي استغربت في هذه القضيه هذه يعني ما واخا كنقول سبورتيف وهذه والاطباء في يدهم كانوا كيقولوا يعني غادي تشافى وهذه ولكن كنتفاجئ لحد الان يعني فهمت واللاعب لاعب يوفنتوس ديبالا تا هو ضرب شهر ونص في السبيطار. كاين حالات كثيره طولات يعني في العلاج في مرحله العلاج معك في الجناح؟ كان حالات كثيره طولت بزاف منهم واحد السيد اليوم ضرب شهر وسيمانه خرج اليوم. طيب بالنسبه للوالد هنيئا على شفائه. انت لا يزال معك باقي معكم افراد من الاسره ستنتظرون كم يوم باش تعودوا هذا الكشف؟ أربعة أيام كتستنى من إلى طلعت لك بوزيتيف غتستنى أربعة أيام وفحال الأب ديالي اليوم طلعت له نيجاتيف كعودة اليوم بالليل عودة. وأنت تساين أربع أيام حتى تعود الكشف؟ نعم. طيب كيف هي الإقامة عندك في هذا في الفندق اللي أنت فيه؟ في إقامة أوتيل آلن. لا عفوا من دون ذكر أسماء المؤسسات الفندقية رجاء أنا فقط شروط هذا الإقامة يعني هل الإقامة جيدة مريحة تجد فيها شروط نعم. الراحة؟ نعم نعم نعم. طيب شكرا جزيلا لك أستاذ حاتم على هذه الشهادة. نتمنى لك الشفاء والمعافاة عن قريب جدا وأن تعود إلى أسرتك بعد هذه المحنة. شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات.